بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة، أشهرها أنه السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال، ويطلق على معان كثيرة، ذكروا أنها تصل إلى 9 معاني أو أكثر. وأما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة، في أوقات معلومة منتظمة، خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه. فقولهم دم طبيعة وجبلة، يخرج الدم الذي يكون من مرض، من أثر مرض أو إصابة أو جراحة، فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا، الذي يخرج عن بسبب نزيف أو بسبب جراحة أو غير ذلك، لا يسمى دما ولا يسمى استحاضة أو يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا. ولما كان الحيض تتعلق به أحكام شرعية، صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب، فالمحدثون يعقدون له بابا ويوردون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يعقدون له بابا ويذكرون الأحكام الفقهية متعلقة به. والأحكام المتعلقة به كثيرة، منها أن الحائض تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض، ومنها أن الحائض تترك الصيام ولا يجوز لها أن تصوم في فترة الحيض، ومنها أن الحائض يحرم جماعها، يحرم على زوجها أن يجامعها، ومنها أن الحائض يحرم طلاقها في فترة الحيض، ومنها أن الحيض يحصل به البلوغ للصغيرة، ومنها أن الحيض
تحصل به العدة من الطلاق إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. فلذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية بها. أما من يستهزي بدراسة أحكام الحيض ويقول عن العلماء إنهم علماء حيض ونفاس، فهذا من السخرية، هذا من السخرية في أحكام الشرع. الحيض وردت فيه آيات من القرآن، وردت فيه أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة. فالذين يسخرون منه، هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات والأحاديث التي وردت فيه. ومن كان كذلك فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. إذا كان قصدهم هذا، أنهم يسخرون من الأحكام الشرعية ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه، وإن كانوا يحتقرون العلماء، إن كانوا يحتقرون العلماء فهذا محرم، ويخشى على صاحبه من الردة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كلام خطير ومزلق وبيل، ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أستحاض ولا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. فهي قد علمت أن الحائض لا تصلي، وإنما أشكل عليها أمر الاستحاضة، هل هي مثل الحيض؟ الحيض عرفنا تعريفه فيما سبق، أما الاستحاضة فهي خروج الدم في غير أوانه، خروج الدم في غير أوانه، سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة، لكنها تزيد على فترة الحيض. والفرق بين الحيض والاستحاضة من ناحية الدم أن الدم، دم الحيض له علامات يعرف بها، أنه ثخين، أنه أسود، أنه منتن. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف، ليس ثخينا وليس فيه رائحة. أن الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهي تخرج من أدنى الرحم وهي نزيف. الحيض دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فهي نزيف وليست دم طبيعة ولا جبلة. حكم المستحاضة حكم الطاهرات، لأنها تصلي
وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها عند الضرورة. فالمستحاضة تختلف عن الحائض، فلذلك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل الاستحاضة مثل الحيض؟ وهذا فيه سؤال أهل العلم، الرجوع إليهم عند المشكلات. وهذا رسول الله يفتي في الحيض والاستحاضة، فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسة أحكام الحيض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي فيه، على هذا يكون يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة تسأل الرجل، وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألته عن مسائل العلم، وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة. هذا لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة، ولأنه لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فإنها تسأل الرجال عن حاجتها، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها، ولا بأس أن يسمعوا صوتها لأجل الحاجة التي تقتضي هذا. أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، يعني يصيبها دم خارج عن دم الحيض، فتدع الصلاة يعني مثل الحائض؟ قال لا، يعني لا تدع الصلاة. فهذا من الفروق بين المستحاضة والحائض، لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق. بيّن لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من نزيف، عرق ينفجر من أدنى الرحم، وليس هو الحيض، ألا تترتب عليه أحكام الحيض، إنما ذلك عرق. فإذا أصابها الاستحاضة أصابتها الاستحاضة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب، تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة، أي الأيام التي كانت تحيض فيها يوم أن كانت سليمة، تجلسها وتعتبرها هي الحيض. فإذا تمت الأيام التي كانت تحيضها يوم أن كانت سليمة فإنها تغتسل عن الحيض وتصلي. هذا فيه دليل على الرجوع إلى العادة، إلى أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، إذا كانت لها عادة معروفة ترجع إليها وتجلس مقدارها، ثم إذا انتهت تغتسل مثل ما تغتسل الحائض التي انقطع حيضها، وتصلي. ففيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة. وفيه وجوب الاغتسال من الحيض، لأنه حدث أكبر ويجب الاغتسال عند انقطاعه. فإذا لم يكن للمرأة عادة معروفة
إذا لم يكن لها عادة معروفة، أو لها عادة لكن نسيتها، فإنها ترجع إلى التمييز، وهو لون الدم، لون الدم. فالدم الذي فيه علامات الحيض تجلسه، والدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل وتصلي فيه. وكما أسلفنا لكم أن علامات دم الحيض أنه ثخين يعني غليظ، وأنه له رائحة، وأنه ثخين، وأنه يكون له رائحة يعرف بها، وأنه أسود، أن لونه أسود. هذه إحدى علامات الحيض. فإذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز. فما كان يحمل إحدى هذه العلامات، الثخونة أو السواد أو الرائحة، فإنها تجلسه وتعتبره حيضا. وما خلا من هذه العلامات فإنه يعتبر طهرا، تغتسل وتصلي فيه. وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، هذه تسمى المتحيرة، ما لها عادة ترجع إليها، والدم كله واحد ما يتميز بعضه عن بعض، فهذه تسمى بالمتحيرة. وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساء. غالب الحيض عند النساء أنه 6 أيام أو 7 أيام، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وما عداها تغتسل وتصوم وتصلي. فهذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة، إما إلى أيام العادة، وإما إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإما إلى غالب الحيض عند النساء. والأحاديث كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة، كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة، وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات. نعم، خصوصا في هذا الزمان، فإنه كثرت الإصابة بالاستحاضة، والتبس الأمر على النساء التباسا كثيرا بسبب الأمراض، وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب، وبسبب الراحة وعدم الحركة، وأسباب كثيرة جعلت النساء، وبسبب أنهن يركبن لوالب في أرحامهن وما يسمى بالربط، هذا كله سبب لهن هذه المشاكل. نعم، أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها، فاطمة، نعم. وفي رواية وليس فاطمة، الحديث من أصله باب الحيض، عن فاطمة بنت أبي حبيش. نعم نعم. عن عائشة رضي الله عنها، نعم، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، نعم، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. نعم. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، وليست الحيضة، يعني أن هذا الدم ليس هو الحيض، وإنما هو استحاضة. نعم. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذه الرواية توضح الرواية التي قبلها، أنها تجلس أيام العادة، إذا كانت تعرفها إنها تجلس أيام العادة،
وما زاد عنها فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل غسل الحيض وتصلي. وأما قوله اغسلي عنك الدم وصلي، فظاهره أنها لا تغتسل وأنها تكتفي بغسل الدم، ولكن الرواية والروايات الأخرى تفسر هذا الحديث وفيها زيادة أنها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط، فالعمل عليها. نعم. عن وفي قوله اغسلي عنك الدم فيه فائدة، وهو أن الدم نجس يحتاج إلى غسل، فيها فائدة زيادة على ما سبق، وهي أن الدم نجس، دم الحيض والاستحاضة نجس، وسائر الدماء نجسة يجب غسلها لأجل الصلاة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. أم حبيبة أو أم حبيب، هي أم حبيبة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب بن جحش، بنت أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بنات جحش 3، أم حبيبة هذه، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش. أم حبيبة هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحمنة كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. وأما زينب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب لم تصب بالاستحاضة، إنما التي أصيبت أختاها أم حبيبة وحمنة، والثالثة فاطمة بنت أبي حبيش التي في الحديث الأول. قد ذكر العلماء أن اللاتي أصبن بالاستحاضة كثيرات، وصل عددهن إلى 9. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. استحيضت يعني أصابتها الاستحاضة، وهي مرض ونزيف يخرج من فرجها وليس هو بالحيض. نعم. 7 سنين يعني طال عليها وقته. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. كذلك هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، وفيه أن المرأة لا تستحي من أمور الدين، تسأل العلماء، وأنه لا بأس بأن يسمعوا صوتها بالسؤال، لأن هذا للحاجة. نعم. فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. الرسول سألها ولا هي التي سألت؟ نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فأمرها أن تغتسل. نعم. هذا كالحديث الأول، فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة إذا انتهت عادتها. نعم. فقال هذا عرق. عرق هذا كالحديث الأول، أن الاستحاضة ليست مثل الحيض، إنما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل، وهي نتيجة مرض. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند نهاية مدة الحيض، عند نهاية مدة الحيض، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب ولا بد منه. أما أنها تغتسل لكل صلاة فهذا من فعلها هي واجتهادها هي، ولا يلزم هذا المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، بل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم
فتتوضأ عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرج يضبطه لئلا يخرج منه شيء، تستثر بثوب أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي، وتعمل هذا عند كل صلاة، الوضوء الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة، وأما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة، لأن لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته هذه الصحابية اجتهادا منها. وبعض العلماء يقول يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وليس ذلك بواجب، ليس ذلك بواجب، وإنما هم باب الاستحباب، لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة، فيحمل على الاستحباب ليس على الوجوب. الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول، فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط، فإن فعلته فلا بأس، وإن تركته فلا حرج عليها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. هذا الحديث فيه أحكام عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا سبق، هذا سبق في باب الاغتسال، ففيه أن الزوجين يجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد، وينظر كل واحد منهما إلى الآخر، لأن الله أباح ذلك فيما بينهما، وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يأمرها فتتزر، يعني تضع الإزار ما بين سرتها إلى ركبتها، ثم يباشرها، ثم يباشرها، فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض، وأن زوجها يستمتع بها وهي حائض، يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها. وإنما المحرم هو الجماع في الفرج، قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج، فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجماع في الفرج. لكن قولها يأمرني فأتزر، هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط، أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار، ما تحت السرة، ما تحت الركبة وفوق السرة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. الحاصل أن الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الإزار هذا مجمع عليه، وأن جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه، وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج، هذا محل الخلاف على قولين: القول الأول أنه لا يحل له
إلا ما كان خارج الإزار، ما كان خارج منطقة ما بين السرة إلى الركبة. بناء على هذا الحديث يأمرني فأتزر، لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط. والقول الثاني أنه يجوز للزوج أن يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض، قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، أدل على أن ما عداه يجوز للرجل أن لا يعتزله وأن يستمتع بها. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو خارج الإزار هذا أحوط وأبعد له عن الخلاف. يأمرني فأتزر فيباشرني، ودل هذا على طهارة بدن الحائض، دل على طهارة بدن الحائض وعرق وطهارة عرقها وريقها وبدنها. الحائض طاهرة البدن، لا كما تقوله اليهود إن المرأة إذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت، هذا من تشددات اليهود. فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، فلم يحرم إلا المحيض يعني مخرج الحيض، دل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرتها ويجوز الاستمتاع بها لزوجها، وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الأمور، وأن ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر. وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم قالت وكان يخرج رأسه من المعتكف أو رجله وأنا حائض. هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف، أن خروج بعض البدن من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، لأن حجرة عائشة بجانب المسجد، فكان يخرجه من نافذة إليها فترجله وتصلحه. أدل هذا على طهارة بدن الحائض، ودل على أنه لا يضر إخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف. وفيه خدمة المرأة، خدمة المرأة لزوجها. وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، هذا أيضا دليل على أن للزوج أن يضع رأسه في حجر امرأته الحائض وأن يقرأ القرآن، وأن يقرأ القرآن في حجر الحائض، ولا يمنع من ذلك أنها حائض. استنبط منه بعض العلماء أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن عائشة ما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما أشكل عليها كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها، فدل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي، قراءتها ممنوعة لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنب،
فكونها قالت أنه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، هذا دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن. وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها، والراجح والله أعلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض لئلا يضيع عليها. إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض، وأما إذا كانت لا تخشى ذلك فإنها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر من الحيض وتغتسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها، عن الحديث صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذه مسألة. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذه مسألة ثانية. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، وهذه مسألة ثالثة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذه المسألة الرابعة. نعم. وكلها تدل على أن بدن الحائض طاهر، وأن لزوجها أن يباشرها وأن ينام في حجرها وأن يقرأ القرآن في حجرها، كل ذلك لا بأس به. نعم. عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. هذه معاذة بنت عبد الله، أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هذا دليل على أنه كان متقررا عندهم أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فمعاذة استشكلت هذا، لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة، يرون أن الحائض تقضي الصلاة. فلما سألت معاذة عائشة عن ذلك ظنت أنها من الخوارج، لأنهم هم اللي يسألون عن مثل هذا السؤال: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة في أرض العراق قريبا من الكوفة، اجتمعوا فيه لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما خرجوا عليه اجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى حرورة، فنسبوا إليه وقيل لهم الحرورية، وتوسع في هذا اللقب في كل خارجي وإن لم يكن من أهل حرورة، صار سمة للخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون العصا ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك،
يكفرون المسلمين العصاة، وهذا من الغلو والتطرف في دين الله عز وجل، ولعدم فقههم، لعدم فقههم في دين الله عز وجل، فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب التشدد والغلو وبسبب عدم الفقه في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم، لأنهم يتهمون أهل العلم، يتهمون أهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهل فلا يرجعون إليهم. هذه صفتهم في كل زمان، هذه صفتهم في كل زمان، صفة الخوارج أنهم يتشددون ويتنطعون في دين الله، أنهم ليس عندهم علم ولا فقه ولا يرجعون إلى أهل العلم، بل يحتقرون أهل العلم، أنهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئا من الكبائر التي دون الشرك، أنهم لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين. هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين. اختلف العلماء فيهم هل هم كفار أو هم ليسوا كفارا وإنما هم فساق، على قولين لأهل العلم. من العلماء من يكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. والقول الثاني أنهم ليسوا كفاراً وإنما يضللون ويفسقون ولا يصلون إلى حد الكفر، لأنهم يتأولون تأويلاً فاسداً ظنوا أنه صحيح فيدرأ عنهم الكفر، لأنهم من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن، يصومون النهار ويصلون الليل ويكثرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله، ولكنهم ابتلوا بهذا الشذوذ وهذه المصائب، اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عددا كثيرا، فأرسل إليهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، أرسله إليهم ليتفاهم معهم، ذهب إليهم وجلس معهم واستمع إلى شبهاتهم وأجاب عنها، فرجع منهم 6000 رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله عز وجل، والبقية تعنتوا وأصروا على ما هم عليه. فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في وقعة النهروان، وقتل منهم مذبحة عظيمة، وكان هذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في قتلهم خير لمن قتله، فكان هذا من مناقب علي رضي الله عنه، وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقتل الخوارج، فقتلهم رضي الله تعالى عنه وأراح المسلمين من شرهم، إلا أنهم لا يزال يخرج منهم فئات، وفي تفرقوا أيضا في البلاد وصار لهم محلات معروفة، ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئاً فشيئاً على المسلمين من باب الفتنة والشر، فهو مذهب متوارث، نسأل الله العافية. يجب على المسلم أن يعرف هذه المذاهب الباطلة من أجل أن يتجنبها ولا يقع فيها ولا تروج عليه، لأن عندهم شبهات، إذا لم يكن عند الإنسان معرفة
وبصيرة قد تنطلي عليه، فيجب على المسلم أنه يتعلم أمور العقيدة ويتعلم أمور الفرق الضالة وشبهاتها والرد عليها، فيكون على بصيرة. هؤلاء هم الخوارج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا السؤال حرورية، لأن عائشة رضي الله عنها فهمت أنها تعترض بهذا السؤال، وتقول لماذا، يعني لماذا الله جعل الحائض تقضي الصلاة ولم يجعلها تقضي الصيام ولم يجعلها تقضي الصلاة، مع أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، والصلاة آكد من الصيام، فلماذا؟ كأنها تعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الخوارج، أنهم يعترضون على أحكام الله عز وجل. فعائشة فهمت أنها تسأل سؤال استنكار، بينما هي تسأل سؤال تفقه وليست تسأل سؤال استنكار، ولذلك قالت لا لست حرورية ولكني أسأل، يعني لست أرى رأي الخوارج ولكني أسأل من باب التفقه في دين الله عز وجل. فأجابتها عائشة بالحديث، أجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمسألة مسألة اتباع، المسألة ليست مسألة فكر وعقل، وإنما هي مسألة اتباع. وهكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا أن نقضي الصلاة، أن نقضي الصيام، ولا يأمرنا أن نقضي الصيام. واستدلوا بهذا على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أصولية. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا لا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا له حكم الرفع، لأن هذا من باب التقرير، يسمونه التقرير، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذا من التقرير، يعني أن الله أقر النساء على ذلك. ولو كان يجب عليهن قضاء الصلاة لأمرهن بذلك. فعائشة أجابتها بالدليل، ولم تقل لها لأن الصلاة كذا وكذا فلم يؤمر بقضائها، وإنما أجابتها بالدليل، وهذا أقطع للخصم. إذا أجبت بالدليل فإنك سددت على الخصم أن يعترض، أما إذا أجبت برأي فربما يعارضك الخصم برأي آخر، فإذا ذكرت الدليل انسد الباب وليس لأحد أن يعترض. فهذا من فقه عائشة رضي الله عنها. قد ذكر العلماء أن الحكمة في كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر، ولو أمرت بقضاء الصلاة لشق ذلك عليها، بينما الصيام لا يشق عليها لأنه لا يتكرر. فهذا هي الحكمة في كون الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن من سأل سؤال تعنت فإنه يعنف عليه، أن من سأل سؤال تعنت لا سؤال تفقه فإنه يعنف عليه، لأن عائشة عنفت عليها، قالت لها أحرورية أنت، هذا من باب التعنيف. ثانيا
فيه أن الحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، وفي هذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقضي الصلاة مع الصيام. وفيه دليل على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج به على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج والتحذير منهم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت لها: أحرورية أنت؟ هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه. وكذلك كل مذهب باطل فإنه يجب التحذير منه والتنفير عنه، وهذا من باب النصيحة للمسلمين. ولا يقال إن بحرية الرأي مثل ما يقال الآن وسماع الرأي الآخر كما يقولون، لا، نحن لا نسمع إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نسمع للرأي الآخر. الدين ليس بالرأي، الدين إنما هو تلقي واتباع، وليس للآراء فيه دخل. وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل ولا نأخذ بما يقول فلان. يقولون: لا، وش ميزة هالعالم تأخذ برأيه وإذا ما تأخذ برأيه؟ نقول: الميزة الدليل، من كان معه الدليل أخذنا بقوله دون تحيز لأحد، أو دون تحيز لأحد، وإنما نأخذ بمن معه الدليل. وليس المسألة حرية رأي أو رأي آخر، أو كما يقال: لماذا تأخذون بقول العالم فلان وتتركون العالم الفلاني وكلهم علماء؟ فنقول: نحن لسنا بمكلفين بأخذ أقوال العلماء، وإنما نحن مكلفون بالأخذ بالدليل من غير تحيز لأحد، وإنما غرضنا الدليل والاتباع من غير أننا نميل مع من نحبه أو من نهواه أو من يوافق رأيه رغبتنا، لأن بعضهم يريد أن يأخذ ما يوافق هواه رغبته ويقول: هما قايلين فلان يكفي، هل فلان رسول؟ هل الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر الدليل فلا قول لأحد، حتى لأكابر الأئمة يقولون إذا صح الحديث، يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أبو حنيفة، وهو أول أقدم الأئمة الأربعة، يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققون يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به، ولا يتبعون أهواءهم ورغباتهم،
وإنما يتبعون الدليل ولو خالف أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المسألة مسألة اتباع. وهذه عائشة أم المؤمنين تقول: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء. من الذي يأمرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفض. كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابت رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي، ما أجابت بالرأي وإنما أجابت بالدليل. هكذا يجب على العلماء. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، يجب على المسلم أنه يتأملها، هي وغيرها من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيجد فيها من الفقه العجب العجاب. وكل يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الصلاة يكفي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تأتي بالأوراد والأذكار المشتملة على آيات من القرآن الكريم؟ هل يجوز للحائض أن تأتي بالأوراد والأذكار المشتملة على آيات من القرآن الكريم؟ نعم، الحائض لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر، لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات، توافق الآيات، لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء، تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؟ أحكام النفساء مثل أحكام الحائض تماما. إذا كان لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز للنفساء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يخرج من دبري دم ويوسخ ملابسي، وإذا كنت في البيت أبدل الملابس، وإذا كنت خارج البيت أدعه، رغم أنني عملت عملية ولكنه رجع، وأحياناً يصيبني وأحياناً ينزل علي وأحياناً لا ينزل. نعم، هذا نجس، وإذا نزل عليك يجب عليك غسله وغسل ما أصابه والوضوء، إعادة الوضوء، لأنه حدث ينقض الوضوء، الخارج من الدبر ينقض الوضوء أياً كان ينقض الوضوء الخارج من السبيلين. فعليك إذا خرج منك شيء أن تعتبر أن وضوءك قد انتقض، فتعيد الوضوء، تستنجي، تعيد الوضوء وتغسل ما أصابه الدم وتصلي، والله يعينك على هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما كفارة من أتى زوجته وجامعها في المحيض؟ كفارته ما جاء في الحديث، عليه دينار وهو مثقال من الذهب، أن يعني يتصدق بدينار أي مثقال من الذهب أو نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود، ما يعادل ذلك من النقود، ويسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب أو نصف المثقال، ثم يتصدق به على فقير. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع اللولب؟ لا يجوز وضع اللولب إلا عند الضرورة، اضطرت المرأة إلى وضعه باستشارة الأطباء المختصين، إذا نصحوا لها بعمل اللولب تعمله، أما أن تعمله بدون
استشارة الأطباء المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الآثار السيئة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى. الدم نجس، الدم نجس، وأما أنه ينقض الوضوء إن كان خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء كما سبق، أما إن خرج من بقية البدن فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، الراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يصابون في المعارك بالجراح وتسيل منهم الدماء وكانوا يصلون عليهم الدماء، وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء أكمل صلاته، أكمل صلاته، فدل على أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن؟ نعم، إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها آثار سلبية فلا بأس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن تؤدي المناسك وهي طاهرة، ولكن تركها أحسن، تركها أحسن لها، لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف لأنها نجسة وأن جسد الحائض طاهر وليس بنجس؟ لأن عليها حدث، ما هو لأنها نجسة، فرق بين الحدث والنجاسة، فهي لا تمس المصحف لأنها عليها حدث وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انقطع عنها الحيض لمدة أشهر. نعم. يقول: امرأة انقطع عنها الحيض عدة أشهر. نعم. ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها، فماذا تفعل علما بأنه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية؟ كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيض ولو خفيفا فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها، تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي إذا انتهت، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقول أهل العلم، ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، دل على أنها في وقت الحيض تعد شيئا، فإذا جاءتها الكدرة والصفرة في وقت الحيض فإنها تعتبرها حيضا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قرأ المأموم الفاتحة في الجهرية قبل إمامه هل يعتبر مسابقا له؟ لا، المسابقة بالأفعال، المسابقة تكون بالأفعال، لا يركع قبله ولا يسجد قبله، والمسابقة تكون بالأفعال لا بالأقوال إلا تكبيرة الإحرام، إنه لا يسبق إمامه بتكبيرة الإحرام، أما أنه يقرأ قبله الفاتحة هذا لا مانع منه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كنت في سفر فصليت المغرب مع جماعة المسجد على الطريق، ثم أردت قصر العشاء فوجدت جماعة أخرى
تريد أداء صلاة المغرب، فماذا يجب علي فعله؟ هل أصلي معهم المغرب ثم أسلم في الثانية، أم ماذا أفيدوني؟ إذا دخلت معهم في المغرب فإنك تكمل الصلاة، تكمل الصلاة ولا تخرج منها بركعتين فقط وهم يصلون. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل صلى الصلاة المكتوبة في مسجده ثم انتقل إلى مسجد آخر سوف تقام فيه صلاة الجنازة، وعندما دخل وجد الإمام في الركعة الثالثة، هل يدخل معهم أم ينتظر، أم ماذا يفعل؟ ينتظر، لا يدخل معهم إلا لو جاء والصلاة تقام. إذا جاء والصلاة تقام فإنه يدخل معهم، أما إذا جاء في أثناء الصلاة وهو قد صلى فإنه يجلس. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإذا حضر الإقامة يدخل معهم، وإذا جاء بعد الإقامة لا يدخل معهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد؟ لا، داخل المسجد لا، ما تجلس في المسجد وهي حائض. بإمكانها تجلس في سيارة تستمع بواسطة مكبر الصوت، وإذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الأشرطة المسجلة وتستمع إليه. نعم، أو ترسل من يسجل لها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة المدينة وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ صفتها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، أنه يقف أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول: السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم بيع اشتراكات لمجلات إسلامية داخل المسجد، مع العلم بأن البيع يتم في مصلى النساء بعد دراسة النساء للقرآن؟ إيش؟ ما حكم بيع اشتراكات لمجلات إسلامية؟ يعني بيع المجلات، يعني يبيع مجلات في المسجد، إيش معنى اشتراكات؟ نعم، البيع والشراء في المسجد لا يجوز، سواء كان بيع اشتراكات أو بيع مجلات أو بيع بضائع، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، تقول: لا في مصلى النساء ولا في مصلى الرجال، ما كان من المسجد فلا يجوز البيع والشراء فيه. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة وعندي ولد وأسكن في بلد الكفر، وجدت زوجي يتكلم منذ 3 أشهر مع النساء في الشبكة العلمية حتى لقي بإحداهن بدون محرم حتى يتزوج بها، ومنذ تلقى بها ينقصني ويهددني على أن لا أخبر أحد وإلا سيسيء إلي، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق، وما نصيحتكم لي؟ نعم، بالصفة هذه إذا كان أنه وصل إلى هذا الحد، إلى مغازلة النساء والكلام مع النساء، وتخشين أنه قد فسدت أخلاقه، فعليك بالمطالبة بفراقه، لا خير فيه ولا خير في البقاء معه. نعم. فضيلة الشيخ، أما إذا كان هذا مجرد اتهام ولا صحة له، أو شكوك، إذا كان هذا مجرد شكوك أو اتهام،
فلا تستعجلي حتى تتثبتي في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض البلدان يضع الرجال على أيديهم الحنة، وهذا عادة عندهم، فهل هو تشبه بالنساء؟ الحنة يجوز استعماله للعلاج، إذا كان من باب العلاج يوضع على الرجلين أو على الرأس أو على يوضع، يعني استعماله من باب العلاج لا بأس به للرجال. وأما استعماله لغير العلاج فهذا إن كان من عادة البلد، إذا كان من عادة البلد أنهم يفعلون هذا فلا بأس به. أما إذا كان ليس من عادة البلد أن الرجال يضعون الحنة والخضاب على أيديهم أو أرجلهم، إذا كان ليس من عادة البلد فلا يجوز له ذلك. نعم، لأنه يكون متشبهاً بالنساء. هذا المجتمع لا يستعمل الحنة فيه إلا النساء، فلو عمله لتشبه بهن في هذا المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن. نعم. يقول زوجتي يأتيها الحيض. نعم. ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن، فهل وقت الانقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها؟ إذا انقطع انقطاعا كاملا ومرت فترة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها. إذا كان انقطاعه مدة يوم أو أكثر ثم فيجوز، أن يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها. أما إذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط، ساعات ثم يعود، هذا لا، هذه لا تزال حائضا. نعم. صلى الله عليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص مسلم يتعلم أحد الألعاب الرياضية التي تقوي الجسم عند كافر، وعند مقابلة هذا الكافر يجب على هذا المسلم المتعلم أن يؤدي تحية بطريقة، هل يجوز تحية هذا الكافر؟ وهذه التحية من قوانين اللعبة. لا، ما يجوز للكافر أن يبدأ، لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وإذا كان في هذا تشبه بالكفار أداء التحية على طريقتهم، هذا لا يجوز أيضا لمانع التشبه، لمانع التشبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يرتكب أشياء محرمة من أجل أن يحصل على لعبة قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة، يترك. نعم، وليس بحاجة إليها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض النساء تقرأ القرآن وهي حائض وتمسك المصحف بشيء خارج عن المصحف، فهل هذا جائز؟ المشهور عند أهل العلم والذي درج عليه المفتون في هذه البلاد أنها ما تقرأ القرآن مثل الجنوب، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب إلى الترخيص لها بأن تقرأ القرآن، هذه فتوى الشيخ رحمه الله. أما غيره فيفتونها بالمنع، إلا إذا اضطرت، مثل إذا خشيت النسيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، على كل حال الاحتياط مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل استحاضة لها وقت معين؟ الاستحاضة ليس لها وقت معين، قد تكون استحاضة مطبقة دائما، وقد تكون استحاضة غير مطبقة، تأتي أحيانا وتنقطع أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ وهل يصلى خلفهم؟ وما ضابط من يصلى خلفه من أهل القبلة؟ سمعتم الكلام بهذا، أن العلماء مختلفون في حكمهم، هل هم كفار أو هم ظلال وفساق، على قولين.
على قولين، والقول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على كفرهم، القول إلى تكفيرهم أقرب. وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار، لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكر الفقهاء، إذا تغلبوا على بلد وصار الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة، صلي خلفهم إذا تغلبوا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟ بلا شك هذا هو مذهب الخوارج، إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأشد من ذلك إذا كفرهم، هذا من غلو مذهب الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ركبت لولب وقد اختلفت موعد العادة، قد تطول وقد يأتيها وقد ينقطع يومين أو ثلاثة، فهل يلزمها خلعه؟ إذا أمكن إزالته لتعود على حالتها الطبيعية فإنه يلزمها ذلك، إلا إذا كانت مضطرة إلى بقائه، إذا كانت مضطرة إلى بقائه فإنها تبقي بقدر الضرورة، والله يعينها على ذلك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى